السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في برنامج هنا البحرين من مركز الأخبار بتلفزيون البحرين، وأبدأ بأبرز العناوين. وزير الصناعة والتجارة يؤكد الحرص على تعزيز التنسيق والتعاون مع غرفة التجارة وصناعة البحرين. جامعة البحرين تنظم ورشة تخصصية تحت عنوان تحول التعليم العالي مع مايكروسوفت عن بعد. وإدارة الأرصاد الجوية تؤكد أن الحالة المطرية ستستمر بشكل متقطع. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد وإلى تفاصيل البرنامج. أكد سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة أن غرفة التجارة وصناعة البحرين شريك أساسي في دعم مسيرة التنمية والتطور التي تشهدها مملكة البحرين، مشيرا إلى أن الوزارة تحرص على تعزيز التنسيق والتعاون والعمل مع الغرفة في إطار الشراكة مع القطاع الخاص. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بين سعادة وزير الصناعة والتجارة وأعضاء غرفة التجارة وصناعة البحرين في مقر الغرفة، حيث شارك في اللقاء سعادة أعضاء لجنة قطاع الأغذية بالغرفة وعدد من تجار الأغذية. أكدت رئيسة جامعة البحرين الدكتورة جواهر بن شاهين المضحكة أن الجامعة الوطنية حققت قفزة كبيرة في تلبية متطلبات التحول الرقمي ونجحت في احتضان العديد من الخدمات الرقمية. جاء ذلك خلال ورشة أقيمت عن بعد نظمتها جامعة البحرين تحت عنوان تحول التعليم العالي مع مايكروسوفت بإدارة الأستاذة المساعد في قسم نظم المعلومات في كلية تقنية المعلومات الدكتورة أمل محمد الرئيس. وأضافت الدكتورة المضحكة أن الورشة تتوافق مع رؤية جامعة البحرين ورسالتها في أن تصبح الجامعة على مستوى عالمي مؤسسة تعليمية وبحثية وريادية، وموائمة أهدافها مع خطة عمل الحكومة والرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030. أصدرت وزارة التربية والتعليم تعميما بشأن استرجاع الكتب الدراسية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022-2023. وقالت التربية في التعميم الموجه لإدارة المدارس إنه يمكن استرجاع جميع كتب الفصل الدراسي الأول من الطلبة، حيث ستعقد امتحانات الفصل الثاني في محتوى الفصل الثاني فقط للصفوف ثالث سادس أول إعدادي وثاني إعدادي بحسب ما تم الاتفاق عليه بشأن وثيقة نظام التقويم التربوي المطور. مشاهدينا برنامج هنا البحرين مستمر وفيه بعد قليل. المجلس البلدي الجنوبي يعقد اجتماعه الاعتيادي الثاني ويناقش عددا من المقترحات. شارك الدكتور محمد إبراهيم العسيري الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء في ملتقى مستقبل الفضاء الذي عقد افتراضيا بمشاركة واسعة من القادة والمهتمين بالشأن الفضائي. وأكد العسيري أن مخرجات الملتقى تتوافق مع توجهات الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء من ناحية استيعاب مختلف المستجدات التقنية واستغلالها لصالح تنفيذ مشاريعها الوطنية. ويهدف الملتقى إلى استعراض أحدث المستجدات ومناقشة مختلف الأفكار وبحث أفضل السبل، وذلك لضمان حسن استغلال التقنيات المتقدمة وتسخيرها لخدمة تنمية قطاع الفضاء.
عقد المجلس البلدي الجنوبي اليوم اجتماعه الاعتيادي الثاني لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس، حيث استعرض رئيس المجلس البلدي اجتماعاته ولقاءاته خلال الفترة الماضية، حيث تشرف بلقاء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه بدعوة خاصة من سموه لرؤساء ونواب المجالس البلدية للسلام على سموه، كما التقى بمعالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وسعادة وزير شؤون البلدية والزراعة وسمو الشيخ خليفة بن علي الخليفة. بعدها وافق المجلس البلدي على تقرير اللجنة القانونية والمالية والإدارية بإنشاء مغسلة للسيارات بموقع تابع لبلدية المنطقة الجنوبية في الدائرة الثالثة، كما وافق المجلس على تفويض نائب الرئيس للإشراف على عمل اللجان العاملة بالمجلس. أكدت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الحالة المطرية ستستمر بشكل متقطع طوال اليوم الأربعاء، كما أفادت بأن الطقس المتوقع اليوم في البحرين سيكون باردا نسبيا. مشاهدينا، وللتعرف أكثر على الحالة الجوية في المملكة معنا عبر الهاتف الأستاذ ياسر العالي أخصائي أرصاد جوية أول. مرحبا بك أستاذ في برنامج هنا البحرين، وبداية هل لك أن توضح لنا الحالة المطرية التي تشهدها مناطق متفرقة في المملكة، وإلى متى سوف تستمر هذه الحالة؟ طبعا بداية أمسي عليكم وأشكركم على الاستضافة. طبعا الحالة المطرية التي شهدتها المملكة هذا اليوم كانت بسبب وجود منخفض جوي بارد في طبقات الجو العليا شمال شبه الجزيرة العربية مع توافر كميات عالية من الرطوبة، حيث بدأت الأمطار بالهطول على المملكة صباح هذا اليوم واستمرت حتى فترة الظهيرة وتراوحت شدتها ما بين خفيفة إلى متوسطة الشدة. ما زالت فرص الأمطار موجودة لهذه الليلة وراح تستمر حتى صباح يوم السبت القادم، متوقع أن تتراوح شدتها ما بين خفيفة إلى متوسطة، قد تكون غزيرة أحيانا خاصة يومي الخميس والجمعة. نعم أستاذ، يعني هل هناك فرصة لموجة أخرى من الأمطار قريبا في مملكة البحرين؟ نعم، هناك منخفض جوي آخر متوقع أن يتحرك بشكل سريع على المنطقة يوم الثلاثاء القادم، وراح تكون الفرص مهيئة لتساقط الأمطار. نعم الأستاذ ياسر العلي أخصائي أرصاد جوية أول، شكرا جزيلا لك. وإلى حالة الطقس في محافظات مملكة البحرين. نهاية برنامج هنا البحرين، ولمزيد من الأخبار والمستجدات يمكنكم متابعة القنوات التفاعلية لمركز الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة على الشاشة، كما يمكنكم متابعة باقة برامجنا والبث المباشر أيضا عبر تطبيق BHTV and راديو. شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.